طيب مين؟ طيب ناخد بريك من التليفونات شوية ونرجع تاني نلم النمر. النهاردة الحقيقة سمعت خبر أنا شخصيا كنت متوقعة جدا 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 بعد حالة منى اللي عالجناها. يمكن احنا عندنا محمد اللي كان في وزن منى بيتحايل عليا كل يوم على الواتساب، وامتى هتعملي العملية وامتى هتنقذيني؟ قلت له لا انا مش هموتك، خلاص انا خدت عهد على نفسي ان هذه الاوزان الكبيرة اللي ما بتتحركش معرضة للجلطات واخرها الوفاة. هتقولي يعني كل واحدة تخينة قوي اخرها الوفاة؟ ايوه، ومن غير ما حد يزعل، عشان كده دايما اقول لكم خلي بالكم هو مرض، وخلي بالكم ما تسيبوش نفسكم تتخانوا قوي. خلي بالكم اول ما تلاقي نفسكم بتبتدوا تتخانوا اعملوا اي حاجه في الدنيا، يعني استلفوا وروحوا اعملوا عمليات جراحيه، امشوا على رجيم، ما تستسلموش. لان انا افضل اكل 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 ويقول لك ايه اصل من قله الحركه، اصلي باخد كورتيزون، اصل، ويفضل تكذب، وكل اللي بأهمك او همك انك تكذب على الناس تقول انت ليه تخنت. لا، تظف الناس، انا اسفه، انت لازم تعرف ان انت لو تخنت هتموت. ان مرض السمنه هو من اخطر الامراض، وهو ادمان للاكل زيه زي المخدرات بالظبط، واوحش اوحش والله. انا بكره التخن، يعني انا عايزه اقول لك كل الناس تقول لك ايه ريهام كانت تخينه، ريهام كانت تخينه. لا، ريهام ما كانتش تخينه، ريهام كانت تخينه سنه واحده في حياتها. يعني انا اتجوزت وخلفت ابني وبنتي واشتغلت كل ده وانا رفيعه جدا. انا اكتئبت سنه واحده تخنت فيها 30 كيلو، وهي السنه دي اللي انا كنت بشتغل فيها في المحور وكنت ابتديت اظهر جدا. فالناس تخينة مدة طويلة، لا أنا ما كنتش تخينة مدة طويلة، أنا كنت تخينة سنة واحدة في حياتي، وما عنديش حد تخين في عيلتي، يعني ولا مامتي ولا أختي ولا حد. فنتيجة هذا الاكتئاب تخنت، ولكن ما استسلمتش، وما كانش ينفع استسلم. فأنا كل صحيح دلوقتي كل شوية أتخن وأخس أتخن وأخس أتخن، بس بحارب. يعني انا كل اللي انا برجوه من الناس انها يبقى عندها وعي يعني ايه تخن. التخن مش عشان تلبسي بنطلون ضيق، ومش عشان تلبسي تيشيرت ضيقه، مش عشان احنا دلوقتي الزي الرسمي مثلا، او انت عشان تريحي نفسك بتروحي لابسه عبايه، البسيها عشان تتحشمي عشان تتقربي لله سبحانه وتعالى، لكن تلبسيها عشان تخنتي والعبايه دي بقى تخليكي، العبايه السوداء والطرح دول يخلوكي مش حاسه طول ما انت بتتخني، فتفضلي تجيبي مقاس عبايه اكبر ومقاس عبايه اكبر ومقاس عبايه اكبر وخلاص، واديني متداريه في العبايه. طب وبعدين وجوزك هتقعدي له بالعبايه في البيت؟ خلاص العصر بتاع بيحبوا المربربه وبيحبوا التخين، لا ما بقاش. ولو قال لك كده يبقى كذاب، يبقى عايزك تبقي وحشة عشان محدش يبصلك. التخن من أساسيات القبح، زي ما الرفعة قوي وحش برضو، يعني أي حاجة تزيد عن حدها وحشة. احنا بنقدم خالص العزاء لأم إيمان عبد الباسط وأختها، وراحت الهند وراحت الإمارات وأخدت كل فرص، أكبر فرصة في العلاج، ولكن بعد موضوع منى والمجهود اللي عملناه معاها في المستشفى من عمليات ومن متابعه ومن كل شويه عنايه مركزه، ودفعنا فلوس كتير جدا، انا لن اقبل الاوزان الكبيره دي مره تانيه، لانها يعني بيبقى عامل زي اللي عنده كانسر بالظبط. خلاص عدم الحركة بيشلها، وربنا مش خالقنا ان احنا نقعد متيبسين، فبيحصل تيبس في كل العضلات، بيحصل ان الجسم بيتعرض للجلطات بشكل مرعب. ف الله يرحمها، بس اكيد ارتاحت. يعني تعالوا نروح نشوف ايمان.
نداء إلى رئاسة الجمهورية، وبوجه نداء للقوات المسلحة، لأن حضراتكم عارفين أن مستشفياتكم من أعظم المستشفيات اللي موجودة في مصر، وعندكم الحل. أنا متأكدة أن عندكم الحل، أن أنا يعني من الحاجات العظيمة جدا جدا اللي بتعملوها في مستشفياتكم مع أطبائكم، أنا عارف أنكم قادرين على إنقاذ حياتها. عندكم كل الأدوات اللي ممكن هي تستعملها، ولو ما عندكوش ممكن تبعتوا تجيبوا في أقل من اللحظة. إيمان مواطنة مصرية، كلنا عايزين ننقذ حياتها، كلنا عايزين نقف جنبها. أنا مش عايز أخد فكرة أن أنا أساعد، أنا هساعدها إن شاء الله وهنقدر نساعدها، بس أنا عايز الوقت. هي يعني بتقول أن هي وصلت للحجم ده في 6 شهور ولا في شهرين، قلتي في 6 شهور اللي فاتوا، يعني اليوم بيفرق جدا. هي مش يعني بتحركي راسك حتى بصعوبة. دي زعلانة؟ نفسك تخرجي؟ الحل عند قوات مسلحة. فأنا مرة تانية بكل إنسانية وبكل ترجي بناشد رئاسة الجمهورية وبناشد القوات المسلحة إنها تنقل إيمان فورا. في حالة إن أنا فكرتي غلط وإن الأدوات دي مش موجودة في مستشفيات القوات المسلحة، لأن أنا ما عنديش شك إنهم هيستجيبوا فورا. إحنا زي ما بقول هنبعت نجيب السرير فورا، بس هنقع برضو في مشاكل كتير إن إحنا نقدر ننقلها مكان. هناك فريق أطباء تطوع إن هو يجي لها لغاية هنا، وهيجي لها الأسبوع الجاي عشان يعملوا لها زي أسسمنت أو زي ما عملنا مع منى، هما يجوا يكشفوا عليها ويشوفوها وكده، وساعتها إن شاء الله بإذن الله هنخلق حل إن إحنا نحركها ننزلها بأي شكل من الأشكال. ولكن مرة تانية أنا بناشد القوات المسلحة لأنكم تقدروا تعملوا العجب. أنتوا أصحاب المهمات الصعبة، وأنتوا اللي بتنقذوا المصريين وقت الضيق، وبتكلم من قلبي جدا. فأنتوا اللي تقدروا تعملوا ده في دقايق، إحنا ممكن نتكاتف ونعمله، بس هنعمله على فترة طويلة جدا. كنت بتكلم وعناية كلها شك، ما فيهاش اللي هي هنعمل وهنسوي، لان انا عارفه انه حتى لو فضلنا مده طويله جدا وان الحاله مش عدم الحركه ده من يعني فكره بجد بالبلدي كده يقولك الحركه بركه، ده حقيقي. انت لما تيجي لامراض كتير قوي 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 زي الكوليسترول، زي الضغط، زي السكر، زي حتى مشاكل القولون، حتى حاجات كتير قوي، المشي والحركة هما العلاج. حتى لو مشيت على الأكل وحتى لو خدت الدواء، الحركة. عشان كده بعتب على الستات اللي هي طول النهار قاعدة أو طول النهار ما بتتحركش.